اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. من جنب مراكش عرفت نهايه الاسبوع المنصرم تعرض سائق سياره اجره لاعتداء من طرف سائح هولندي. هذه القضيه اللي خلقت ضجه كبيره على المستوى المحلي والوطني. اليوم نزلنا الشارع باش نشوفوا راي المراكشيين بخصوص هذه الحادثه. خليكم معنا. ما بيناش الناس يتضربوا في المغرب، ما بيناش الناس يتعدوا عليهم الاخرين من جاي من اوروبا يبدا يشبعوا عصا هنا في المغرب. الله ينصر محمد السادس. هذا الاعتداء اللي اعتدوا على هذا السيد الشيفو مول التاكسي يعني كان اعتداء يعني ما تيتوقعوا حتى شي، خصوصا الناس موعيين كانسان هولندي وما تنقولوش ما كنتوقعوش انه كاع يصدر منهم هذاك التصرف هكاك، ولكن خص السلطه وخص يعني تدخل بقوه باش هاد الناس ما يعودوش يتساهلوا في هاد المسائل هادو. ومول الطاكسي مسكين ما يعني حنا على ما شفنا وعلى ما سمعنا وكيف شفنا ما دار حتى شي حاجه. وهذاك السيد شفنا شاهدنا وتيبان انسان ظريف، وكما تدخلوا الاخوه اللي هما كانوا مع حتى السلطه واقيلا دوك الناس ربما غلبوا عليها وبين واحد القوه واحد، وزائد انهم هما كاع اللي تيقول لنا لقيت حقوق الانسان وتتعنوا بها ونجينا على سبيل المثال الفنان ديالنا سعد المجرد اللي يعني اغتصاب اللي بالنسبه لهذ الوقيته اغتصاب ماشي شي حاجه كاع كيولي كنسمعوا دابا حنا في هذا الشيء اللي كنسمعوا في الاخبار وفي الجرائد وفي سميتو. وشوف كيتعاملوا مع سعد المجرد اللي هو فنان وتدخلوا محامين اكفاء وتدخلوا ناس اللي هما يعني باش يطلبوا غير الصراحه مؤقت، وهذوك الناس ركبوا راسهم وهذا الشيء ماشي معقول. خص هذا الشيء حتى هاد الناس يطبق عليهم نفس الشيء يقول ليه ويكونوا عبره للاخرين باش تحت ما يقدرش يدير بحال هاد المسائل هكا. هذا الاعتداء يعني هو ظلم، ما يمكنش يجي واحد الاجنبي يتعدى على واحد المواطن مغربي هنا في الارض ديالو، ولا في نفس الشيء او تاك واحد الاجنبي اللي غادي يجي مثلا من هولندا ولا من بلجيكا ما يمكنش حنا نتعداو عليه. هذوك ضيوف ديالنا خصنا نحترموهم وما خصهم يحترموا عاود تاك حتى القانون المغربي ويحترموا هذاك السائق، لان هذاك السائق حتى هو عنده اجره ديالو وعنده مشاكل ديالو وعنده عائله ديالو اللي كيخدم عليها. يعني هذا الشيء اللي دار ماشي يعني ما عندوش شي مبرر، مستحيل باش انت واحد الانسان تخرج تضربه، لان ما عندنا حنا حتى حنا عندنا بوليس عندنا قانون وعندنا كل شيء. وانا كنطلب من السلطه المغربيه يعني في مدينه مراكش باش ياخذوا مع هذا القرار وياخذوا مع القانون ويطبقوا عليه. وهذا الانسان هذا اللي مثلا دابا جالس في السبيطار خصنا عمل زيد خص تعوض، لان هذاك الهولندي كيعرف بلي ما في هولندا الا تعديت عليه في بلاده راه كيطبق عليه كل شيء، لان ما كنطلب هذا السائق المغربي باش يدير شهاده طبيه وياخذ نعمه ديال الاجراءات ديالو كامله يعني المصاريف ديالو كامله، لان ما راه دابا غادي يبقى حابس ما خدامش. اسيدي انا الراي ديالي هو ما عندوش الحق يعتدي على انسان بارئ. الا هذا مول الطاكسي قال شي حاجه ولا شي كلمه خايبه كاين المخزن كاين القانون كاين، ما بالنسبه باش يتعدى عليه راه هذه ما كايناش حتى في الدول كاع اللي ما عندها كاع باقي فيها الجهه اللي ما كديرش هذه المعامله. بالنسبه باش انت هولندي وعارف القوانين الشرعيه العالميه كامله وتجي تدعي واحد المواطن وكانك سائح وتجي دير الفوضى راه ما معقولاش. وفي الحقيقه غادي نقولوا السلطه المحليه خص تتابعوا باجراءات صارمه. هذا السيد هذا ما كانش خصنا يعني يتعدى عليه في وسط بلاده يعني في وسط المغرب ديالو، وحنا يعني كمواطنين مغاربه يعني ما كانش خص يتعدى عليه، ربما عنده اسره وعائله وخدام عليها. يعني اي واحد في بلاصتو ما غاديش يبغي له المضره. يعني هذا الانسان هذا كو كان مثلا تضرب في هولندا ولا في المان ولا في بلجيكا ولا في اي بلاصه يعني غيكون له حق وغادي يتبعوا بزاف ديال الاجراءات هذه. وكذلك هذا الانسان هذا يعني في وسط بلادو وتضرب وتعدى عليه خصني يعني القانون والشرطه يعني يتابعوا ويديروا معاه الحقوق ديالو ويعطيوه حق ديالو. يعني ربما هذا الانسان هذا تابعه عائله وعنده دراري.